معانا الأستاذة أميرة. ألو، أهلا وسهلا أستاذة أميرة، اتفضلي. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ نعم وفضل الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة يا فندم. والله يا فضيلة الشيخ، أنا عايزة أقول لحضرتك عن حاجة تخص والدتي، اتفضلي. ويا ريت حضرتك يعني تجاوب عليها تطمنها وهي سامعاك دلوقتي. أهلا وسهلا هي بيها. متجوزة والدي بقالها 40 سنة دلوقتي، بس هو مش بيساعدها في أي حاجة، مكبر دماغه خالص، بيشتغل مثلا يسبي فلوس من وراها، يقول لها مش معايا، يفضل اي حاجة عنها. هي تعبت، هي مريضة ضغط سكر وقلب، تعبت شغالة شغل حتى ما يناسبهاش، بس شغالة عشان خاطر تمشي الدنيا، وهي كل حياته يعني بيفكر في حاجات ملهاش اي لازمة، وبيطلب منها حاجات سنة ان هي ما ينفعش تعملها، يعني بمعنى صح بيطلب حاجات لمزاجه بس. هي تعبت مش عارفة تعمل ايه معاه، تقول له طب انا اولى ولا لا، انا مزاجي اولى، فهي مش عارفة تعمل ايه معاه، وطالبة من حضرتك ان انت تقول لها انا تعمل مش ايه معاه، عارف. لان هي مهما امير بتتكلم معاه امير انا عايز اقول مفيش لك حاجه، منه رغبة في الكلام. عايز اسالك سؤال. يعني انا عايز اسالك سؤال، باعتبار ان هي جنب حضرتك، هل هي مكسوفه ان هي تسال؟ هي اللي عايزة تسأل. طيب ما انت اللي بتسالي، عن انت اللي بتسالي مكانها. ايوه هي مش عارف قادرة انا ان بقول تكلم كده ليه؟ حضرتك، عارف انا بتكلم على لسانها. طيب اما انا عارف، عارف انا بتكلم ليه؟ لان انا كنت املي يا بنتي تفضلي اميره كده ومالكيش دعوه بالاميره، يعني تفضلي من غير ما تدخلي في المشاكل دي، مشاكل بابا وماما. يعني كان ده املي. اما وانك انت خلاص اتحطيتي في وسط المشاكل دي، فانا كان املي ان انت ما تتحطيش في وسط المشاكل دي. اما والكلام اللي انت بتقوليه بقى، البخل بلا شك، البخل دوت اذا كان البخل ده بيترتب عليه منع حق الاولاد في النفقه ومنع حق الزوجه في النفقه، فده اسم وده ظلم وده كبيره، وما ينفعش ان الواحد يعمل كده. اذا كان كمان هي كمان عندها عدم قدره على القيام باي شيء، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هي مش مطالبه ان هي تعمل كده، بس هي المشكله ان هي تكون قادره كده بس نفسيا هي مش راضيه. فانت لو بتساليني نعمل ايه، اول حاجه لازم ببساطه خالص ندور على حد والد حضرتك بيسمع كلامه وبيحبه ويخليه يقعد معاه قعده حقيقيه، ويا ريت يكون من المقربين اليه من الاسره مش بره الاسره، ويكلمه عشان نخرج من الحاله اللي احنا فيها دي. طيب بعضكم هيقول هو، او حضرتك هتقولي هو بعد 40 سنه جواز حد ممكن يتغير؟ ده دلوقتي عنده كذا و60 سنه، هو ممكن كده يتغير في الوقت ده؟ ربنا كريم، واحنا علينا ان احنا نبذل المجهود اللي نقدر عليه، ويا سلام لو هما الاتنين يقدروا يجونا عشان نتكلم معاهم، لان المداخل بتتعرف واحنا بنسمعهم هما الاتنين بيتكلموا ليه. يعني ممكن يكون هو مش قاصد ان هو يبخل، لكن هو بيمنع الفلوس انتقاما من حاجه هي عملتها، او ان هي مش محسساه ان هو مالي عينيها، او ان هو مش راجلها، وان هو في الحقيقه قاسى عليها وتعبها والمها وبيوجعها. فالسبب الحقيقي لازم يظهر الاول عشان نصلح المساله دي، لكن اول اجراء لازم نعمله لازم نقعد قعده من حد يقدر يفتح قلبه عشان يعمل حل. الكلام ده في غايه الاهميه، لو ما عملناش الكلام ده مش هنقدر نعمل ده. ولعل دوت احد التطبيقات من فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، يبقى احنا لازم نشوف حد حكيم، نشوف حد حكيم يكلمهم عشان يقدر يقرب المسافات بينهم، لكن مش هنقدر نعمل حاجه من غير ده. ماشي، ده شيء مهم جدا جدا. خلاص يا ست اميره، اما انت بقى فحاولي على قد ما تقدري ما تدخليش اكتر من كده في المشاكل، وتلتزم الدعاء ليهم بان ربنا يوفقهم ويهديهم الى سواء السبيل في كل ركعه من ركعات صلاتك. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيوفق ويجعل الخير كله ان شاء الله.